دروك ورينا لكم فين تزاد سيدنا ابراهيم، دروك تشوفوا المقام ديالو. قالك المقام ديالو هنا، وقيلا هذا هو المقام ديالو. هنا المقام كوم مقام في ان باس كاردو. ابراهيم يا بابا ابراهيم، هذه هي الباب ديالو. يعني هذا هو الدار ديالو، هاي باب ابراهيم، هي الباب ديالو. الباب باش تشوفوا المقام. زيارة الخوف تربة. يا هاو دخلت بهامتي واه ورفيت الله بيك وفي فراختي كاين نيت راه غادي نبان بابام كلش بوير ياردن باغش درامي تمام تمام بيك داري انا صا ما بي ابتزر لي بابام ولا ابتز بكا ابتز انا اللي داير دار دار بيني 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 والله هذا هو المقام ديالي عليها هو المقام خضيري وي كبده هنايا في المقام ديالو ورز ابتز بلاص اي واش اب تس بلاص اي راه صاحبي كون خويا يا رحمن يقول لي زوز من ابتس خانه هو هذا هو اللي تحسين المنقب بعد عاوتاني نسميو هنا واحد الجرقعات نقراوها من الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ان شاء الله يعني بحال نتاع سيدنا هذا هو المنقب وانا نسميو واحد الجرقعات بسم الله الرحمن الرحيم كيف هو نقطة زوم بدن كلام Abi abdestimi de alırız. Baş abi. Abi kapıdan çıkalım kaçtılar. Eyvallah sağ olasın.